تعالوا مع بعض مشاهدينا نطمن بقى على حالة الطقس النهاردة، ويمكن شاهدنا بعض الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة مع بداية اليوم. ومعنا على الهاتف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الورد على حضرتك يا دكتور، وتحياتي ليك يا فندم. صباح الورد على حضرتك أستاذ عاصم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بيك يا فندم. يمكن النهاردة تحديدا بدأنا كده نشعر بانخفاض ملحوظ مرة أخرى في درجات الحرارة بعد الارتفاع اللي احنا شفناه يوم الخميس الماضي يا دكتور، فطمنينا بقى حالة الطقس أخبارها إيه إن شاء الله خلال هذا الأسبوع. بالفعل يمكن احنا الايام الماضيه حتى امس كان في ارتفاعات في درجات الحراره بسبب الكتل الهوائيه الصحراويه، لكن اعتبارا من اليوم هتبدا كتل هوائيه شماليه تاثر علينا مره اخرى، فبالتالي هيكون في انخفاض في درجات الحراره على كافه محافظات الجمهوريه. الكتل دي الشماليه قادمه من جنوب اوروبا، عشان كده هي منخفضه في درجات حرارتها، بالاضافه كمان هيكون في امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه تحجب جزء من اشعه الشمس، فبالتالي هتساعد على مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة. درجات الحرارة تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لأن احنا متوسط درجات الحرارة خلال الأيام القادمة يمكن اليوم هيكون 27 ل 28، حتى منتصف الأسبوع العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي إحساسنا بالطقس هيكون طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضا محافظات شمال الصعيد والمحافظات الموجودة في سيناء، أجواء مائلة للدفء ورباعية تماما ومعتدلة على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء حرة على محافظات جنوب الصعيد، ده هيكون خلال فترات النهار. خلال فترات الليل هنحس بالبرودة أكتر وهنحس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة كمان إن في غياب لأشعة الشمس بنحس بيها أكتر في أوقات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، لأن الصغرى متوسطها ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية خلال فترة الليل، خاصة كمان المتوقع أن يكون في نشاط نسبي للرياح فترة المساء وساعات الليل، نشاط الرياح هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بمزيد من البرودة والأجواء المائلة للبرودة خاصة في محافظات شمال البلاد مرورا من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد. المناطق الجنوبية جنوب الصعيد فترة الليل بتبقى الأجواء معتدلة، يعني درجات الحرارة الصغرى مرتفعة نوعا ما عن طبعا المناطق الشمالية. يمكن نشاط الرياح اليوم اللي بنتكلم عليه هيكون أكثر اعتدالا من أمس، لأن بالأمس كان في نشاط قوي للرياح وساعد بشكل كبير على إثارة الرمال والأتربة، لكن هو اليوم نشاط الرياح اللي هيكون جاي من المناطق الشمالية مش هيكون معاه أي أتربة ورمال مثارة، فقط هيخلينا نحس بانخفاض درجات الحرارة. ممكن بعض الأماكن من شمال الصعيد يكون فيها أتربة ورمال مثارة، لكن طبعا مش هتكون زي الأمس. بالإضافة كمان إن اليوم ممكن بدأ منذ الساعات الأولى من الصباح تساقط للأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وهي أمطار ما بين الخفيفة خفيفة إلى المتوسطة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، بدأت في الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، ومتوقع أن هي تكون على كافة المحافظات المطلة على البحر المتوسط. الأجواء دي متوقع أن هي تكمل معنا حتى منتصف الأسبوع، يعني انخفاض في درجات الحرارة والأجواء الربيعية حتى منتصف الأسبوع حتى يوم الثلاثاء القادم، ومع يوم الأربعاء هيكون في ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة مش هتكون كبيرة، يعني احنا بنقول ان العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 29 ل 30 درجة مئوية، فأيضا تعتبر المعدلات الطبيعية. اللي احنا المفروض نخلي بالنا منه خلال الأيام المقبلة هي البرودة اللي هنحس بيها فترات الليل، فلو احنا خففنا الملابس فترة النهار يفضل فترات الليل تكون الملابس ملابس نقدر نقول رباعية، أو احنا خارجين الصاحب معانا جاكيت، لأن لسه في برودة خلال فترات الليل. طيب، خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله. هسأل حضرتك بلسان أولياء الأمور اللي ولادهم بيؤدي الامتحانات دلوقتي، ربنا يوفقهم ان شاء الله ويفرحهم بيهم، في فترات الصباح الاولى والولاد خارجين الامتحانات نخفف لهم ملابسهم ولا نعمل ايه تحديدا الايام اللي فيها انخفاض ملحوظ في درجات الحراره بدءا من النهارده؟ لا طبعا احنا بنقول ان احنا ببلاش تماما الملابس الصيفيه خلال فتره الليل او فتره الصباح الباكر، يعني الفتره اللي الطلبه بيروح المدارس فيها بلاش الملابس الصيفيه الكامله، احنا بنقول تبقى ملابس يعني نقول رباعيه قطعتين اثنين من الملابس، مش ملابس صيفيه اللي هي الملابس بنص كم، او لو ممكن معانا جاكيت خفيف نرتديه لو حسينا بانخفاض درجات الحراره، لان هيكون في جوده فتره الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر. حركه الرياح يا دكتور اخبارها ايه ان شاء الله؟
هو طبعا في اعتدال في سرعات الرياح عن الايام الماضيه وتحديدا عن الامس، لان بالامس كان في نشاط قوي للرياح. صحيح، هو كانت محمله بالاتربه كمان شويه يا دكتور في بعض بالفعل كان في نشاط قوي للرياح، سرعاته تجاوزت ال 45 كيلو متر على الساعه في بعض الاماكن، وكان فيها اتربه ورمال مسارعه. الايام اللي جايه ممكن من اليوم هيكون في نشاط للرياح، لكن مش هيكون بالشكل الكبير، هو فقط نشاط الرياح ما بين 35 كيلو متر على الساعه، هيخلينا نحس ببعض انخفاض درجات الحراره والبروده، مش هيكون ان شاء الله معايا اتربه ورمال مسارع، وده لمنتصف الاسبوع، لان نشاط الرياح هيختلف من يوم ليوم، لكن ناكد ان هو مش هيكون تماما زي الامس، هيكون اقل من اللي احنا شاهدناه بالامس. كمان هيحصل طبعا اعتدال في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، وهيكونوا مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن نخلي بالنا من التعمق داخل البحر المتوسط، لان ارتفاع الامواج داخل عمق البحر المتوسط بيتجاوز 2.5 متر. فرص تساقط الامطار خلال هذا الاسبوع ايه يا دكتور؟ احنا طبعا يمكن اليوم معانا فرص لسقوط الامطار على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري اليوم وغدا ان شاء الله، وهي امطار خفيفه الى المتوسطه، يعني ممكن تزيد عن الخفيفه في بعض الاماكن، لكن غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. ومع يوم الاثنين هتنحصر فقط في سواحلنا الشماليه الشرقيه، وهي امطار خفيفه ايضا، باقي ايام الاسبوع مش هيكون في اي فرص لسقوط الامطار، وهتعود ثاني الظاهره الجويه مؤثره بشكل كبير، وهتتكون لشبوره مائيه فتره الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن الشبوره المائيه خلال الايام المقبله مش هتكون بالكثافه اللي احنا كنا بنشهدها في فصل الشتاء، لان خلاص درجات الحراره بدات تتجه نحو الارتفاع. تمام، بشكرك جدا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على هذا التقرير المفصل الحقيقة بحالة الطقس، واللي أكدت لنا أن من النهاردة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، هيستمر معنا هذا الانخفاض حتى منتصف الأسبوع. كمان بتناش كل أولياء الأمور أن هم تحديدا ولادهم هم رايحين الامتحانات الصبح بلاش تخفيف الملابس، لازم تكون الملابس يعني الرباعية، خاصة للانخفاض في درجات الحرارة اللي بيبقى موجود في فترات الأولى من الصباح وأيضا في فترات المتأخرة من بالليل. الليل. ربنا يجعل أوقاتنا كلها سعيدة وكلها أوقات جميلة، والطقس إن شاء الله جميل طوال أيام الأسبوع، وزي ما بنأكد لحضراتكم هذا الطقس يعني متقلب، وهذا طبيعي جدا جدا في مثل هذه الأجواء اللي بنشهدها من أيام العام.